الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كانت البداية عبر الأثير، وكان الصوت يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعبر عقود من الزمن كنا نأنس بصحبتكم عبر برامج تزور أسماعكم وأرواحكم. كان الأثير قصة جميلة يجوب صداه بيوت مملكتنا الحبيبة، ناقلا أخبار الدولة ومراحل التأسيس. والليلة، هذه الليلة المباركة، امتداد جميل لمستقبل واعد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. شكراً معالي الدكتور عواد العواد وزير الإعلام، شكراً من الأعماق من زملائي من هذا الجيل الجميل الذي هو امتداد لهذا الجيل الواعد الطيب لمستقبل زاهر لبلادنا الحبيبة في ليلة أنس جميلة، والمملكة والرياض العاصمة هي عاصمة الإعلام العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.